هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن خطورة المسكنات على الكلية. طبعا المسكنات زي ما ليها بعض الفوائد في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة، كمان ليها بعض الآثار الجانبية. طبعا المسكن على المدى البعيد ممكن يعمل مشاكل في المعدة، ممكن يعمل مشاكل في الكلية، مشاكل في القلب، في ارتفاع ضغط الدم. ده اللي هنتناوله مع بعض في الفيديو ده، علشان نعرف المسكن ليه أضرار على الكلية ولا لأ. لازم نبدأ كده من نقطة معينة علشان نعرف الموضوع ماشي ازاي. في مادة موجودة في الجسم اسمها البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز دي موجودة في الجسم، دي مسؤولة عن الألم وارتفاع درجة الحرارة وقت ما يحصل أي شيء في الجسم، سواء مثلا التهاب معين أو كدمة أو خبطة. فالمادة دي بتتصنع من الجسم علشان ينبه الجسم إن في خطر معين أو في حاجة في الجسم، فنتنبه ونبتدي نعالج السبب. فمادة البروستاجلاندينز ديت موجودة في الجسم، موجودة في المعدة، وموجودة في الكلية، وموجودة في بعض الأعضاء المختلفة، وليها فوائد كتير جدا في الجسم. من ضمن الفوائد بتاعتها إنها موجودة في المعدة، بتغلف جدار المعدة علشان تحمي المعدة من أي التهابات أو أي حاجة ممكن تضر المعدة. كمان موجودة في الكلية، ودي بتزود من تدفق الدم اللي واصل للكلية علشان تزود كمية الدم، وبالتالي تؤدي ان وظائف الكلية تكون شغالة بطريقة كويسة. كمان من ضمن وظائف البروستاجلاندينز انها مسؤولة عن تجلط الدم. في مادة موجودة اسمها الثرومبوكسان، ودي تبع البروستاجلاندينز، دي مسؤولة عن تجلط الدم. فلذلك الاسبرين او الاسبوسيد اطفال اما يجي يشتغل بيقلل مادة الثرومبوكسان ديت، وبالتالي بيزود من سيولة الدم لانه بيمنع المادة المسؤولة عن التجلط، فبالتالي بيزود من سيولة الدم. دي كده الوظائف بتاع البروستاجلاندينز. المسكن بيشتغل على المادة دي، بيشتغل على مادة البروستاجلاندينز، بيقلل المادة دي او بيمنع تكوينها. المادة دي زي ما قلنا مسؤولة عن الألم ومسؤولة عن ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي المسكن بيقلل المادة دي او بيمنع تكوينها عن طريق انزيم اسمه كوكس 1 وكوكس 2 او السايكلو اكسجينيز 1 وسايكلو اكسجينيز 2. يبقى دي كل وظيفة المسكن ان هو بيمنع تصنيع المادة دي، ولكن بيكون في اثار جانبية. زي ما قلنا المادة دي موجودة في المعدة، فلما يقل تصنيع البروستاجلاندينز هيزود من التهابات المعدة وقرح المعدة لان المادة دي بتغلف المعدة. وكمان لما يقل تصنيع البروستاجلاندينز هتقل المادة دي اللي هي موجودة في الكلية، وبالتالي هتقلل من تدفق الدم للكلية. يبقى زيادة استخدام المسكنات هيقلل من تدفق الدم للكلية، وبالتالي هتقل وظائف الكلية وقدرتها على تخليص الجسم من السموم والأملاح الزايدة والسوائل، فيحصل تراكم للسوائل والأملاح داخل الجسم وتراكم للبوتاسيوم، فيعمل مشاكل في القلب ومشاكل في ارتفاع ضغط الدم. وبالتالي كتر استخدام المسكنات بطريقة مش مضبوطة ممكن تسبب مشاكل كتير جدا. فلذلك المسكن بيستخدم بجرعة بسيطة لفترة معينة لحين زوال الألم، وبعد كده نشوف السبب. يعني بيستخدم لفترة بسيطة جدا لحد ما نشوف السبب، وبعد كده بنعالج السبب. ولكن ما ينفعش نفضل ماشيين على المسكنات باستمرار ويكون ده العلاج. المسكن مجرد حاجة مؤقتة جدا جدا لحد ما نشوف السبب ونعالجه. يبقى اي مسكن لو استخدمناه فترات طويلة توقع حدوث اي مشاكل في الكلية ومشاكل في المعدة ومشاكل في القلب. يبقى زي ما قلنا فترات قصيرة لحين معرفة السبب. ويعتبر من أأمن المواد الآمنة على الكلية مادة الباراسيتامول، ولكن طبعا في حدود الكمية المصرح بها بحيث ما تزيدش عن 4 جرام في اليوم. ده حد أقصى، حد أقصى أقصى جرعة 4 جرام يوميا. وباقي المسكنات طبعا لو هتستخدمها برضو يوميا بيكون في كل مسكن ليه حد أقصى في اليوم، ما ينفعش تزود عنه بأي حال من الأحوال.
اتمنى الفيديو يكون عاجب حضراتكم. لو في حد عنده اي سؤال يكتبه لي في التعليقات، وان شاء الله بشوف كل التعليقات وبرد عليها. شكرا لكم، للقاء في فيديو قادم ان شاء الله.